صلى الله عليه وآله ومن والاه. نعم، واضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك أرض مكة لأنها لفظت بذرة التوحيد والإيمان، ولم تعد الأرض قابلة لهذه الدعوة الكريمة، بل عرضوا صاحبها لأسوأ ما يفعله الإنسان بالإنسان. ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بدا من أن يهجر هذه الأرض وأن يتركها ليبحث عن أرض جديدة. لم يترك الميدان، كلا، لم يفر من الميدان، كلا، بأبي وأمي. ما علم الدنيا الشجاعة إلا المصطفى، وما علم الدنيا الإقدام إلا رسول الله، بل كان في ساحة الوغى وميدان البطولة والشرف حين تصمت الألسنة الطويلة وتخطب السيوف والرماح على منابر الرقاب ويفر الأبطال والشجعان، كان صلى الله عليه وسلم يثبت على ظهر دابته وينادي بأعلى صوته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وإنما راح ليبحث عن أرض جديدة لعلها تقبل بذرة التوحيد التي لفظتها أرض مكة. إلى أين يا ترى؟ إلى أين تذهب؟ إلى أين أذهب أسوة الدعاء؟ إلى أين أذهب أسوة التقاة؟ إلى الطائف. إلى الطائف، نعم، إنه مكان يبعد عن مكة في هذا الوقت ولا زال أكثر من 70 كيلومترا. أين دابتك يا رسول الله؟ لا أملك دابة، لا يملك دابة. على أي شيء ستركب لتصل إلى الطائف؟ على قدميه الداميتين المتعبتين، لا يملك دابة يركبها، فضلا عن سيارة مكيفة أو طائرة مكيفة، لا والله، بل على قدميه الشريفتين المتعبتين يسير الحبيب من مكة ليلا، يخشى أن يعلم أهل مكة بهذه الزيارة، يريد أن تظل الزيارة طي الكتمان، لا يريد أن يشمت به أعداؤه في مكة. ويمشي الحبيب على رمال ملتهبة في صحراء محرقة، في صحراء جرداء، تكاد أشعة الشمس التي انعكست على الرمال فحسب أن تخطف الأبصار أو أن تسرق الأبصار، إنها حرارة يعرفها كل من سافر منكم إلى هذه الديار للحج والعمرة، إنها حرارة تصهر الحجارة، إنها حرارة تصهر الحديد. نعم، يمشي الحبيب على قدميه هذه المسافة الطويلة وهذه الكيلومترات الكثيرة العديدة ويصل إلى الطائف. والله ما ذهب يطلب مالا ولا جاها ولا كرسيا ولا وجاهة، إنما ذهب لينتشل هؤلاء أيضا من ظلمات الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية جل جلاله. ذهب إليهم وهو يحمل في قلبه أملا يتجدد، يحمل في قلبه ربيعا يتنفس كل صباح، أن الله عز وجل قادر على أن يخرج من أصلاب هؤلاء الصناديد العتاة من يوحد الله جل علاه. يعرض عليهم الإسلام على عتبة بن ربيعة وعلى شيبة ابن ربيعة، وهما من أشراف أهل الطائف، فيردان عليه ردا منكرا. تقول أم المؤمنين عائشة، والحديث في الصحيحين: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يقصد يوم الطائف، يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني، فلما لم يجبني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي. يا الله، لفظة تلخص كل ما يحمله النبي في قلبه من هم: عدت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق، يعني من الهم والألم والغم، إلا في قرن الثعالب. وقرن الثعالب مكان يبعد عن الطائف
ما يقرب من 5 كيلو تقريبا. عاد النبي وهو محمل بالهم، فلقد فعل به أهل الطائف أخس ما يفعله الإنسان بالإنسان، سلطوا عليه السفهاء والصبيان وآذوه بكلمات بشعة بكلمات شنيعة. فعاد المصطفى من هذه الرحلة المباركة بعداس، فما فشل النبي قط لا في الطائف ولا في غير الطائف، بل حياته كلها نجاح، وحياته كلها عطاء، وحياته كلها إبداع وتقديم لدين الله. والله الذي لا إله غيره، ما عرفت البشرية طعم النجاح إلا من رسول الله، وما عرفت البشرية حقيقة العطاء إلا من رسول الله. ولا ينبغي لأحد البتة على وجه الأرض يهرف بما لا يعرف أن يتهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه فشل في الطائف أو تعرض لعدة محاولات فشلت كلها. والله ما فشل المصطفى مرة واحدة، بل في رحلة الطائف قدم الأنموذج الأمثل للداعية الصابر، للداعية الصادق، للداعية الذي لا يتململ ولا يفر من الميدان ولا يترك ساحة الدعوة. لقد عاتب الله نبيا كريما من أنبيائه ترك الميدان دون أن يأمره ربه ودون أن يأذن له ربه، أما رسول الله هو جبل الصبر الثابت، جبل الصبر الصامد. وناهيك أن يرجع من هذه الرحلة التي علم فيها الدنيا كلها حقيقة العفو عند المقدرة. أي